طيب جد الفاء، يلا خلنا نبدأ بالقصة. كانت في قرية جميلة وهادئة وكان يصلح العيش فيها، لكن العيب الوحيد فيها هو ما عندهم مصدر مياه لهطول الأمطار. فقرروا حكماء القرية أن يبرموا عقد مع مقاولين. غيرنا من هنا يا جماعة الخير. الزبدة كان الشخص الأول اللي فاز بالعقد اسمه إد، فخذش أول من فاز بالعقد شرى دلوين وكان يروح من عند البحيرة إلين الصهيج اللي بانيته القرية عشان يحطون فيها الموية، رايح جاي رايح جاي رايح جاي يوميا من صباح الله بدري إلين ما يخلص ما يملى الصهيج هذا. فهو رايح وجاي كان يشعر بالتعب، لكن كان مستمر لأنه هو الوحيد اللي يجني المال. الشخص الثاني اللي فاز بالعقد طول ما جاء، فانتهز الفرصة ويروح ويجي ويروح ويجي وناس يشترون أمور ماشية. فوش صار؟ بيل طبعا خطط أول شيء وأنشأ شركة وضم فيها 4 مستثمرين، وكانت خطتهم أن يحطون خط أنابيب ضخم مصنوع من الصلب الذي لا يصد يربط بين القرية بماء البحيرة.